المسألة بالدرجة الأساسية أمنية، إذا لم يتوفر الأمن للناس فكيف يستطيع النازح العودة؟ المشكلة الأولى هي بالأمن. المشكلة الثانية هي اجتماعية. داعش أحدث شرخ كبير في النسيج الاجتماعي ما بين أبناء هذه المنطقة، ما بين العشائر العربية، ما بين الإيزيديين. وحضرتك سمعت ما جرى يعني، وكل العالم صار يعرف هذه القضية، وإحنا ما راح نرجع نعيد كل ما قيل وكل ما تحدث به الإعلام، لأنه إحنا راح نحاول، أنا بالنسبة لي راح أحاول التركيز على موضوع معين اللي هو الاضطهاد القانوني. اليوم أنا أحب أتحدث عن الاضطهاد القانوني لهذا المكون. المشكلة الأخرى أنه الناس إذا عادوا الخدمات، يعني لم يبقى هناك في سنجار يعني سوى بقايا، فالبيوت مهدمة، الناس هذه تهجرت من بيوتها، داعش فجرت البيوت، كل شيء في سنجار أصبح يصرخ مما حدث، وأصبح يستنجد، وأصبح فهذه على المجتمع الدولي، صارت هذه أمام أنظار المجتمع الدولي اللي لحد الآن للأسف ينظر ولا يفعل شيئا. هذه أصبحت منطقة صراعات، أصبح فيها تدخل حتى إقليمي، حتى دول إقليمية، حتى قوات أجنبية صارت في داخل سنجار. هذه القوات الأجنبية إذا لم تدخل كيف يعود النازحين؟ الأمن غير مستتب في المنطقة. على حكومة الإقليم وحكومة بغداد التعاون في هذه المسألة. إذا لم يكن هناك تعاون ما بين حكومة، لأنه الموضوع خاص بحكومة الإقليم وحكومة بغداد، أن يتعاونون على هذا، وأن لكي يعود الأمن ولكي يعود الناس إلى مناطقهم.